السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنشرح في مادة إلكترونيك فولت فايندينج في ليفل 3 يير 2 للفرقة الثالثة مدرسة في المجمع التكنولوجي المتكامل بالأميرية. كنا في الفيديوهات السابقة شرحنا أسايمنت 3، شرحنا فيه أجزاء بي 5 بي 6 بي 7 بي 8، شرحنا ام 3 ودي 2. ان شاء الله النهارده في اخر جزء في اساينمنت 3، وبكده بعد انتهاء الفيديو ده يكون انتهينا من شرح اساينمنت 3 كله. في اخر جزء النهارده ان شاء الله عندنا اللي هو شرح دي 1. يبقى زي ما اتفقنا مع بعض انتهينا من شرح كل اجزاء الامتحان في فيديوهات قبل كده. في فيديو عملناه شرحنا فيه بي 5 وبي 7، وفيديو تاني عملنا شرحنا فيه بي 6 وبي 8، في فيديو تالت شرحنا ام 3 ودي 2، اخر فيديو معانا النهارده ان شاء الله هنشرح فيه دي 1، ايه المطلوب مننا نعمله في دي 1. في دي 1 الكريتيريا بتاعتي بتقول لي ايه؟ بتقول لي ايفالويت السيركت دياجرام. يبقى هيبقى عندنا شكل سيركت كده دياجرام لسيستم، ممكن السيستم يكون خدناه قبل كده، نعمل له ايفالويشن تقييم. يعني ايه برضو؟ فور ان الكترونيك سيستم and identify، وهنعمل عمليه تعريف او نحدد incorrect circuits. يبقى السيستم ده هيبقى فيه جواه دوائر فيها مشاكل، فيها مكونات خاطئه، فيها توصيلات غلط، هنكتشفها. يبقى ممكن يبقى اكتر من دايره واكتر من خطا. and identify input and output signals، وهيبقى فيه برضو signals بتاعتي مرسومه غلط، هشوف السيجنال الصح هسيبها زي ما هي، السيجنال الغلط ارسمها تاني اقول الصح بتاعها ايه، وفي في الدوائر الغلط اقول لحد مكان الخطا واقول رسمته اهي، وفي الجزء الصح اجيب الرسمه الصح بتاعته بتاعت المكون الصح او التوصيله الصح. السؤال بتاعنا تاسك 4 دي 1 بيقول لي زير ار ايرورز، يبقى اكتر من خطا ناخد بالنا. ان ذا فولوينج اي ام ترانسميتر سيستم، طبعا السيستم ده كنا شفناه في اساينمنت 2 وعرفنا ان ده شغال اي ام مش اف ام، ناخد بالنا عشان دي نقطه مهمه. شون ان فيجر 3 اللي هو الشكل اللي قدامنا دوت، يو ار ريكوايرد تو انسر ذا فولوينج كويستشن. طبعا هو مديني مجموعه اسئله عشان اقدر اتشيف ال دي 1 بتاعتي. بيقول لي رقم واحد السؤال الاولاني بيقول ايفالويت ذا اي ام ترانسميتر سيستم دياجرام ديو تو ذا سيجنالز شون ان فيجر 4 اند فيجر 5 اند فيجر 6. يبقى دلوقتي هم مديني شكل الاشارات مختلفه لمجموعه الدوائر اللي عندي هنا في السيستم دوت. المفروض في اول نقطه دي بعمل تقييم، ببص الاول على السيجنالز دي واقدر اعمل ايفالويشن، اشوف السيجنال دي فيها اخطاء يبقى اكيد الدوائر دي فيها اخطاء. تاني نقطه بيقول ايدنتيفاي ذا انكوريكت سيركتس، يبقى اشوف الدوائر اللي فيها اخطاء in the system and the fault component in each circuit، يبقى احدد الدوائر اللي فيها اخطاء واقول المكون اللي فيه مشكله في كل دايره، وبعد ما احدد المكون اللي فيه مشكله اقول ايه الصح بتاعه. اعمل كده احدد مثلا المكون الغلط، مثلا اعمل ايه، مثلا هايلايت او سيركل او اعمل عليه مربع او دايره احدده، واجيب شكل المكون الصح او شكل التوصيله الصح بتاعتي في الدايره لكل مكون ايه خطا. ده في السؤال رقم 2. في السؤال رقم 3 بيقول ايدنتيفاي ذا انكوريكت انبوت اند اوتبوت سيجنالز شو ان فيجر، نفس الكلام برضو 4 و5 و6، هحدد كل اشاره دخل او خارج غلط في الفيجرز اللي لسه هنشوفها مع بعض بعد شويه، وكل اشاره غلط هحددها واقول الصح بتاعها. يبقى هجيب الاشاره غلط اقسمها قدامي وارسم قصادها الاشاره ايه الصح او تحتيها الاشاره الصح بتاعتها. طيب تعال نبدا مع اول نقطه اللي هي الايفالويشن، هنعمل فيها ايه؟ اول حاجه بقول مثلا كده ببتدي ابوست سيجنالز، بيقول لي عندي هنا في انبوت اند اوتبوت ويف فورم اوف ان اوب امب انفرتنج امبليفاير، ده اوبريشن امبليفاير اللي هو ايه؟ دايره اوديو امبليفاير. فبيقول لي ده شكل الانبوت ده شكل الاوتبوت، هل ده صح ولا غلط؟ انا هبتدي اقيم اعمل ايفالويشن. طبعا لو فيها خطا ببتدي اقول
ان دايره الاوديو امبليفاير فيها مشكله، فيها فولت، وابتدي ارجع للسيركت واحاول احدد ايه المكون الغلط دوت. طيب بعد كده بيقول لي الانبوت اوف اوسيليتور سيركت اند اوتبوت اوف اوسيليتور سيركت. يبقى عندنا اول دايره اوديو امبليفاير، ده الانبوت والاوت بتاعها في فيجر 4. فيجر 5 عندنا دايره الاوسيليتور سيركت، من شكل الانبوت شكل الاوتبوت هل في غلط احدده، ولو في غلط اقدر اقول ان دايره الاوسيليتور فيها مشكله، فيها مكون فيه غلط، وارجع للدايره بتاعتي الكبيره اللي هي ام ترانسميتر سيستم واحدد الخطا فين. في اخر عندي فيجر 6 اهو بيقول لي انبوت اند اوتبوت سيجنال اوف موديليتور. عندنا ايه الموديليتور، بشوف الانبوت بتاعي واشوف الاوتبوت، لو في خطا يبقى بالتالي دايره الموديليتور فيها مشكله، فيها بروبلم، فيها ايرور، فيها فولت. فارجع اقول ايه هو المكون، ارجع الدايره الرئيسيه بتاعت الام ترانسميتر سيستم واحدد الخطا فين. طيب يبقى في اول سؤال قلنا ايفالويت ام ترانسميتر سيستم، هقول كده ان انا مثلا افتر اي ميك ريفيو اوف ام ترانسميتر سيستم دياجرام ان مثلا فيجر 3، هقول كده ان الام ترانسميتر سيستم ده لقيته بيتكون من كام دايره من الاشكال اللي هو السيجنال انبوت او اوت سيجنال الدهاني، لقيته مثلا بيتكون من 3 مين سيركت اللي هو الراديو فريكوانسي اوسيليتور سيركت والاوديو امبليفاير سيركت والموديليتور سيركت. ده كله في اجابه الايفالويشن، بقول انا لما رجعت اكتشفت ان هو مثلا بيتكون من 3 سيركت رئيسيين. ببتدي اقول بقى كده من خلال مراجعتي لفيجر 4 في مثلا خطا في الانبوت او الاوتبوت سيجنال للاوديو امبليفاير، فبالتالي في عندي خطا في دايره الاوديو امبليفاير سيركت. من خلال مراجعه الفيجر 5 لقيت مثلا الانبوت سيجنال او الاوتبوت سيجنال على حسب ما اشوف الخطا فين احدده في دايره الاوسيليتور، فبالتالي دايره الاوسيليتور فيها مشكله، فيها فولت. وبرده من خلال when I make review for figure 6 from figure 6 اي مثلا اكتشفت مثلا ان في خطا I find مثلا fault او في سيجنال غلط سواء الانبوت او الاوتبوت، هبتدي اشوف الخطا فين. ففي كل سيستم او في كل فيجر عندي اربعه او خمسه او سته هبتدي اراجع واحدد مثلا عندي خطا في السيجنال هنا. فمن خلال اكتشاف الخطا اكتشفت يبقى التالي ان السيركت دي فيها مشكله، فيها fault. تمام كده evaluation بقول ان انا بعمل ريفيو للسيستم بتاع الام ترانسميتر سيستم سيركت دياجرام، وراجعت الفيجرز أربعة لقيت في مشكلة مثلا في ايرور في الانبوت او الاوتبوت سيجنال، وبالتالي في خطأ في دايرة الاوديو امبليفاير سيركت. ونفس الكلام مع فيجر 5 ونفس الكلام مع فيجر 6، بقول انا شفت خطأ في الانبوت او سيجنال وبالتالي في خطأ في الدايرة دي. بعمل عملية ايفالويشن، فبالتالي السيستم ده في مجموعة ايرورز، وانا قدرت اقول من خلال شكل السيجنالز اللي قدامي ان في ايرورز او فولتس في دايرة كذا ودايرة كذا ودايرة كذا، بحدد الاخطاء في دوائر ايه. طبعا ممكن يبقى عندي خطأ في كل دايرة في تلات دوائر الأصليين اللي عندي. طيب في السؤال رقم 2 identify the incorrect circuits in the system and the false components in each circuit. هعمل ايه في السؤال دوت؟ هبتدي كده اجيب اقول مثلا كده الخطأ الاولاني مثلا في دايرة اوديو امبليفاير، واحدد المكون الغلط فين، سواء بقى اوت سبيسيفيكيشن فولت، ده مش كومبوننت فولت، اوبن سيركت فولت، حسب ما احدد نوع الخطا اللي عندي في دايره مثلا اوديو امبليفاير، واعمل عليه كده هايلايت اجيبه واقول المكون الصح المفروض يتوصل كده او المفروض يبقى بداله كذا لو مكون متغير او مكون متوصل غلط. همشي مع كل سيركت عندي. طبعا لو قلنا هنعمل مراجعه للفيجر 4 والفيجر 5 والفيجر 6 فكل دايره هكتشف فيها خطا اقول المكون الخطا اهو والصح بتاعه واكتب شرحه، ان مثلا مكون الغلط ده اهو نوعه ايه الخطا والمفروض ايه الصح بتاعه، اشرح واجيب الصوره الصح واجيب الصوره الغلط، اكتب دي الصوره الصح ودي الصوره الغلط، دي المكون اللي فيه مشكله. طيب في السؤال الاخير همشي برضو كده مع كل فيجر، فيجر 4 فيجر 5 فيجر 6، اقول دي الاشاره الغلط في دايره كذا في دايره مثلا اوديو امبليفاير، ودي الاشاره الصح، دي الاشاره الغلط في دايره مثلا اوسيليتور، ودي الاشاره الصح في دايره الاوسيليتور. امشي مع الدايره دي الاشاره مثلا الغلط في دايره المودريتور، ودي الاشاره الصح في دايره المودريتور. يبقى اول حاجه في دي 1 بعمل ايفالويشن للسيستم عموما، بحدد بس الاخطاء لكن ما بقولش ايه الصح بتاعها، بعمل تقييم ايفالويشن للسيستم كتوتال سيستم الاي ام ترانسميتر سيستم، وان مثلا من خلال بعمل ريفيو للفيجرز بتاعت السيجنالز بكتشف الاخطاء.
واقول مثلا دلوقتي ان خلاص حددت مثلا الاخطاء في كام دايره عندي، سواء في الثلاث دوائر في دايرتين بس، فعلى حسب ما هلاقي الاخطاء مثلا بقول الدوائر اللي عندي اللي فيها مشاكل او فيها اخطاء، يبقى كده عملت ايفالويشن وعرفت الاخطاء في انهي دوائر في السيستم بتاعي. في السؤال الثاني بقول المكون الغلط ونوعه وتوصيلته غلط، او مثلا المكون نفسه غلط وايه البديل بتاعه الصح، واجيب صوره الصح وصوره الغلط في كل دايره فيها خطا. وفي الجزء الاخير لكل سيجنال غلط اقول السيجنال الصح بتاعتها واحددها. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.